يا بنتي مش معقول كده، ده انت غرقتي البيت كله بالميه بتاعتك دي. رش الميه عليها، رشي رش الميه عداوه. رش الميه مستروه. مامي الميه اللي في الرز دي كفايه ولا زود كمان؟ لا لا زودي يا حبيبتي، الرز بيحب الميه. اه هو طبع الرز كده، في زراعته يحب الميه وفي طبخه يحب الميه. ايوه يا جماعه، بس ده مش يعتبر اهدار للطاقه البخاريه. الميه كتير يا ماما، لو اتزنقتي ارشلك ميه من مسدسي. يا جماعه اللي قبل المحبس يفتحوا. ده صوت عادل. ايوه يا انتي، ما هو عادل بياخد شاور في الحمام. يا اخوانا الميه اتقطعت وانا الصابون على وشي. اجري جري يا ياسمين، ادي شويه ميه من اللي عندك دي امان بابي عشان يغسل وشه. حاسب لا الصابون يخش في عينيه. يا جماعه ده وقت ميه تتقطع فيه، انا الصابون هيولع وشي خلاص، مش لاقي ولا نقطه ميه. معلش يا بيبي، اخر ازازه ميه خدتها ياسمين حطتها في مسدس اللعبه بتاعها. ايوه انا هعمل ايه يعني بالمسدس بتاعها، وانا العمر مش بعزقها اساسا اضرب نفسي بمسدس. لا لا ما ينفعش ما ينفعش. انا بقى عندي بوني دي، انت ممكن تستعمل ميه بتاعت السيفون. سيفون ايه يا حماتي؟ ما ميه السيفون يعني استعملتها قبل ما استحمى يعني. اه تهت ولقيناها، نصفي مية الرز وتاخدها وتغسل بيها وشك. يا ماما مية رز ايه يا ماما؟ هو انا بعمل دايت رز ايه؟ لعلمك مية الرز فيها فيتامينز وسكالوبين وتشاركين. يا جماعة مش هينفع يا جماعة، يا اخوانا حد يشوف لي مية وش هيولع. اتفضل يا بابا. ايوه ناحية بس. تمام تمام تمام. اي خدمة يا بابا. متشكر قوي يا ياسمين، متشكر. المية رز قال. ما انا هنضفك يعني هنضفك. اه شدولة حبيبي يعرف بقى ان انا شغال على قدما والفسار. ولا ولا يخرب بيتك، بتعمل ايه ساعة الصبحية يالا؟ بتعمل ايه؟ بتبوظ التليفون؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ لا دول انا بحمي بس التليفون علشان هو عرق في ايدي وانا بتكلم فيه. عرق في ايدك تقوم مبوظه؟ ده اذا كنت انت لما بتعرق ما بتستحماش. يا دولة بقى انت عارف ان انا ما بهتمش بالتفاهات دي يعني، وبعدين مسألة الحمى يعني مسألة موسمية. موسمية يعني بتستحمى مع القمح ومع الرز؟ شيل يالا التليفون، شيل يالا، نشفه وارمي نشفه وارمي المية دي. اجري اجري. دولة بقى يوبا. بقول لك ايه يا دولة، لا انا هرمي عم التليفون، لكن المية لا يا دولة، دي اخر مية عندنا يا دولة. اخر مية عندنا؟ ليه؟ بصيت على النيل لقيته خلص؟ لا يا دولة المية مقطوعة. مية مقطوعة؟ هنا كمان في البازار؟ يا نهار ابيض، ده انا مستحمي بمسدس مية. مسدس مية؟ مية؟ يا اخي اكبر بقى اكبر بقى، نشوف شغلنا واكل عيشنا. الله والله العظيم سعيد، بعيدا عن ان انت بتزعق لي يعني، اول مره تقول كلام عادي زي البني ادمين ما شاء الله. يا دولة من استجد وجد. لا 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 استنى استنى، انت بتقول حكم؟ لا ده انا اكتب وراك عشان لو استعنت يعني باي حاجه زي كده. من استجد وجد. واكتب عندك يا دولة من زرع فحل. من زرع فحك كمان؟ يا نهار ابيض، والله مش عارف اعمل ايه في الحكم دي، يعني دبان طالع من بقك. يا دولة مشوار الالف نيل يبدا بقطره. بقطره؟ وقطره طبعا من وجهه نظرك اللي هو الكتير يعني. اه يا دولة كتير مش نيل. اه نيل صح. يلا 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 يلا، امشي من قدامي يلا، امشي من قدامي يلا. وهات حاجه ننشف الترابيزه دي يا زفت. واحد شاي لابو عادل. يا سلام، ايه ده منزل الشاي كده لوحده قرديح يعني؟ امال اجيب لك ايه معاهم يا باشا؟ بقسمطين ضاني مثلا؟ يا زرافه من الساعه الصبحيه. لا مثلا ايه، كوبايتين ميه مشبرين كده اهو من بيت اللوح. لوح يا استاذ عادل؟ مش فاهم. لوح التلج يا عم. اه ده كان زمان بقى يا باشا، كان زمان كده بينزل مع كوبايه الشاي كوبايه ميه مجانيه، انما الدنيا اتغيرت بقى سعادتك. الدنيا اتغيرت ايه اللي بيحصل دلوقتي يعني؟ بتنزل كوبايه ميه وجنبها كوبايه شاي مجانيه؟ يا باشا الميه مقطوعه في المنطقه كلها. ايه ده مقطوعه كمان في القهوه هنا؟ ده هتقعد لها كمان يجي اسبوع كده. ليه اسبوع؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ الماسوره الام اللي بتغذي المنطقه كلها ضربت. الام ضربت ازاي يعني؟ دي مش اخلاق امهات ابدا. والماسوره الاخت اللي بيستخدموها لما الماسوره الام تضرب ضربت هي كمان. الله 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 الله. طب فين الماسوره الاب؟ ملهاش كلمه يعني في كم الناس اللي بيضربوا دول؟ لا الماسوره الاب ضربت في وش الماسوره الام. ده ايه الاسره المفككه دي يا عم؟ طب والحل ايه؟ الحل دلوقتي بقى استاذ عادل في الشيخ قربة. الشيخ قربة ده بقى اكيد الماسوره الجد، ده يعني صوت الحكمه. لا الشيخ قربة ده راجل عرباوي كده عنده برين ميه في سيوه، وهو بقى اللي بيشيل المنطقه في الاوقات العسيره اللي زي دي. الاوقات العسيره؟ الله، ده يوم الواحد بيستمع فيه لكم مصطلحات. اوقات العسير اكيد بتقعد مع رمزي يعني، اصل انا اعرفها انا
اسف يعني انها الاوقات العصيبه. لا باشا، والراجل ده خلي بالك مواعيده بريفكس وميته نظيفه نظيفه يعني. طيب يا ريت تديني التليفون بتاع الراجل ده عشان اكلمه يغطيني ميه الاسبوع ده على ما الميه ترجع. يا استاذ عادل سعادتك تامرني. عينيا الاثنين يا باشا، تحت امر حضرتك. هيا يا جماعه، هي دي كل الحاجات اللي احنا هنحط فيها الميه؟ ايوه يا بابا، انا جبت كل مسدسات الميه بتاعتي. المسدسات دي كويسه قوي على فكره، ممكن نشتغل الغسل بالتنقيط يعني او بالترشيش. بقولك ايه يا عادل، انا عندي فكره، ايه رايك نملى البانيو على اخره ميه؟ يا سلام يا ناصحه، ولو حبينا نستحمى نستحمى فين؟ ملوش لازمه يا عم نستحمى الاسبوع دوت. اه لا انت مش فارقه معاك، ما انت ممكن تقعدي بالسنه ما تستحميش. عادل من فضلك. بيبي اذا ازازتين القطر دول فضيوا خلاص، ممكن نستخدمهم في تخزين المياه. نخزن ميه في ازازتين قطر بحالهم؟ لا لا لا، ده يعتبر اسراف برضه يعني. طيب عشان كده بقى بدل الاثنين نستعمل واحده بس علشان ما نبقاش مصرفين. مصرفين؟ هو فعلا هنبقى مصرفين، بس واحده هتعمل ايه؟ دي ما تنفعش حتى نتيمم بيها. انا عندي اقتراح، نجيب اكياس ونملاها ميه ونحطها في الدش، واللي عايز يستحمى يخرم الكيس. ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ يخرم الكيس ايه بس؟ طب لو حبينا نقفل الدش هنعمل ايه في الكيس؟ انت علمت من رمزي باين عليك يا ماما. يظهر الشيخ قربة بجه. يلا 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 يلا، طب ناخد الحاجات دي معانا يا عادل جوه. لا سيبوها سيبوها هنا سيبوها هنا سيبوها هنا. يلا خش بسرعه خش بسرعه خش. يلا 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 ياسمين، يلا بسرعه الاوضه. ايوه ايوه، اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، اتفضل يا شيخ ابره. اربه شيخ اربه، شيخ اعراب قبيله الخرارين. خرارين ايه اللي ما بيتبانش بقهم فوله ولا ايه؟ يا حليلك يا حليلك، مزاح والله والله مزاح. الله يخليك، اتفضل اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا شيخ اتفضل اقعد. لا انا هقع مسني هنا. لا لا لا، ما يصحش اقعد على الارض، اتفضل على الكنبه. لا يا اخوي لا يجوز. لا يجوز ليه يعني؟ يا اخوي هي الميه بتطلع في العالي؟ اخليها تطلع في العالي، اركب لك موتور يا شيخ. يا حليلك يا حليلك، مش بقول لك مزاح والله والله مزاح. مزاح القمر. يا حليلك يا حليلك، استنى بس اخذ بق ميه. ها ايه رايك ندخل في الشغل؟ ندخل في الشغل. بص بقى يا شيخ، انا يعني انت عارف المية قطع عندي من امبارح، وتقريبا هتقعد اسبوع كمان مكمله قطعان يعني. معلوم معلوم. المهم يعني انا عايز ماشي، ممكن يبقى فنطاسين مية ولا حاجه يعني. زي زي لكن ايش نوع المية اللي تبغاها؟ ايه ده، هي المية انواع كمان ولا ايه؟ طبعا انواع. انا اعرف يعني يا شيخ ان انت عندك بيرين. ايه عندي بيرين، بس كل بير وله ميته. البير الاولاني بيجيب ميه سقعانه. ميه سقعانه؟ طب ما تغطوها. ماشي يا اخوي، هتاخد برد ولا ايه؟ ميه سقعانه من اصله، مزاح والله والله مزاح. ربنا يخليك. طب والبير التاني بقى؟ والبير التاني بيجيب ميه ملحانه. ميه ملحانه؟ ودي الناس تعمل بيها ايه يعني؟ اخوي لزوم الطبخ. عشان نوفر ثمن الملح. طب والله كويس. بص انا اقول لك على حاجه، انت تجيب لي مثلا فنطاس ونص ميه سقعانه ونص فنطاس ميه ملحانه. بكره الساعه 5 بعد الظهر ان شاء الله هسلمك الميه وتسلمني الدنانير. دنانير؟ بس في مشكله. مشكله واش هي؟ يعني ما عنديش سره احط فيها الدنانير. ايش تقصد يا اخوي؟ لا ده مزاح، انا مزاح يعني. شوف اسلمك الميه وتسلمني 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ ليه يعني 2000 جنيه؟ الميه اساسا وهي عندك من البير تساوي قد ايه الفنطاس؟ 150 جنيه. طيب يعني الفنطاسين ب 300 جنيه مع البقشيش ومع يعني الشاي بتاع الناس ومع الكلام ده كله 400 جنيه، ال 1600 جنيه دول بتوع ايه؟ يا اخوي نقل الميه من الابيار بتتكلف كتير لحد ما تركب الاسفلت. طب ما خلاص، يبقى مش عايز ميه من عندك، انا ممكن اروح اجيب ميه من مصر الجديده ولا مدينه نصر ارخص لي. شو تقول؟ تجيب ميه؟ والله الله في سماها وقف لك المطاريد يقطعوك تقطيع، ما فيش حد يقدر يهوب ولا يحط نقطة مية هنا إلا بأمري. خلاص هروح أجيب المية من عندك وأخد عربيتين سفاري أملاهم، ويبقى في الحالة دي وفرت اللي هو النقل ده يعني أجيب. بس المهم بقى أجيلك فين بالظبط يعني؟ شوف بكرة عند سفح الجبل وقت غروب الشمس نلتقي هناك. ماشي، هناك فين بقى يا اصلي؟ يعني الجبل ده اكيد واسع، يعني مثلا مفيش مقله بتاعت لب واحد بتاع عصير. يا اخويا لا تخاف، مش حتوه ولا شيء، انت بس تسال عن محل البان الناقه البريه. محل البان الناقه البريه؟ وهناك حتلقى مفرق بين جبلين، جبل الكهكهادي وجبل القعقعاني.
كهاني وجعجعاني دول اللي هما جنب الجبل بتاع العنزة اليتيمة. بس خد بالك الأرض هناك مليانة ألغام، خد حذرك. اخد حذري وارقص يا حذري، ارقص يا حذري. مش بقول لك مزاح، والله والله مزاح. والله وانت كمان مزاح يا عم. تجيب شويه ميه بقى يا عم لغايه اما اخد منك الفنطاسين دول. ايه مليانه ما شاء الله ما شاء الله، انت عايزها؟ بص يا رمزي، انا خلاص اجرت العربيه السفاري اللي هطلع بيها السفريه بتاعت سيوه ان شاء الله. الله، دول انت هتاخدني معاك؟ طبعا يا ابني اخدك معايا، انت ليك وظيفه مهمه جدا في السفريه دي. ايوه كده بقى، ايوه كده، خلي الواحد يحس بذات نفسيته. نفسيته، والله هتوحشني المصطلحات دي يا رمزي. قول لي بقى دولا يا حبيبي بقى، انا ايه الوظيفه بتاعتي علشان انت شوقتني قوي؟ الوظيفه بتاعتك يا سيدي بسيطه خالص، يعني انا الحمد لله تاكدت إن الرحلة دي فيها ألغام. ياه، لا ما تقولش يا دولا، يا سلام، ده أنا كان من زمان نفسي أشوفها. تشوف إيه؟ الأستاذة أنغام يا دولا، من ساعة ما غنت الركن البعيد في النادي. يلا بص، أنغام اللي غنت الأغنية بتاعت النادي دي حضرتك دي مطربة، ألغام دي قنبلة. يا سيسي كبر دماغك. سيسي يلا هانت هانت واخلص منك بقى ومن كل المصطلحات بتاعتك. بص يا سيدي، انت الوظيفة بتاعتك ان انت هتمشي قدام العربية عشان اي لغم لو قدامنا احنا ما ندوس عليه فانت تدوس عليه، يقوم مطير لك بقى ايد، مطير لك رجل، تقوم قايم تاني وماشي تاني، يجي لك لغم تاني يقوم مطير لك بقى رقبة، مطير لك وسط، المهم نرجع بالنظارة واحنا نعدي بسلامة ان شاء الله. ماشي يا دولة. يا عم انت هتضحك عليا ولا ايه يا دولة؟ انت فاكرني عبيط؟ يا رمزي هتتخلى عني في السفرية دي ولا ايه؟ لا يا دولا ان شاء الله مش متخلى عنك ولا حاجة، بس يعني انا ليا شرط يا عم، بعد ما نرجع هنا هون ان شاء الله بالسلامة. نرجع هنا هون ده لو رجعت يعني، اتفضل. يا دولا تصرف لي نص شهر بدل الغام. ما انا كده كده مش هاخد يا سيدي شهر، شهرين يا سيدي. ماشي يا دولا ماشي. كده الحمد لله كل أركان السفرية اكتملت الحمد لله، مش فاضل قدامنا غير الأستاذ جمال الدليل، أستاذ جمال بوصلة، هو ده بقى اللي هيدلنا على كل حاجة، ده يا معلم قاهر الصحراء. السلام عليكم. عليكم السلام، ربنا يسهل لك يا حاج. يلا عم من هنا دلوقتي، احنا ورانا بقى مواعيد وسفريات وتريلات وألغام وشغلانة. الله، مش انت برضو الاستاذ عادل سعيد اللي عايز يسافر سيوه؟ ايه ده ايه ده، انت بتنجم ولا ايه؟ وانت نجمت بس نص التنجيم صح ونص غلط، انا اهو. يبقى حضرتك معاك بلا فخر اخوك جمال بوصله فتى الصحراء المدلل. اهلا وسهلا يا استاذ جمال. ولا رمز، الكرسي يا حضرتك، الكرسي. اهلا وسهلا، اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا. عليك الدليل يعني؟ ايوه انا الدليل. ايه ده حضرتك الدليل؟ ايوه انا الدليل. يعني احنا دلوقتي لما بنطلب 140 حضرتك اللي بترد علينا؟ يا غبي يا غبي، احنا اسفين جدا اسفين اسفين جدا يا استاذ، اسفين جدا يا غبي. الدليل لما بتطلبه مش في واحده هي اللي بترد عليك؟ الواحده دي يلا اخته، هو بيبقى في سفريات. قولي بقى السفريه دي سلاح ولا مخدرات؟ لا سلاح ايه ومخدرات ايه، دي ميه ان شاء الله. اعوذ بالله، استغفر الله العظيم، كله الا المنكر هي اللي ضيعت لي نور عينيا. حضرتك اذا كان على النور سهله يعني ممكن تركب عداد. عداد ايه يا دولا، انت جاي تكلف الراجل يا دولا، هو ممكن ياخد وصله من واحد صاحبه على اول الشارع وخلاص. يا غبي، ما دي بتبقى سرقه. المهم حضرتك ان احنا عايزين نجيب ميه من الصحراء من عند الشيخ قربة. ايه، من الواضح انك ما تعرفنيش كويس. انا احب بلا فخر اني اعرفكم بنفسي، انا جمال بوصله، بكالوريوس جيولوجيا قسم أتربة والمال المتحركة. جيولوجيا، يا نهار أبيض، بوسط مصر كلها بمصطلحاتك. أهلا وسهلا يا أستاذ. بعدين أتربتي اللي حضرتك بتقول عليه، أنا أعتقد أن قسم الأتربة ده اتلغى من مصر بقاله فترة طويلة. لا، من ساعة المكنسة الكهربائية. لا لا لا، أنا واخد شهادتي من جامعة صحراء نيفادا. نفادة اللي في انجلترا، يخرب بيتك. حضرتك واضح أن أنت لفيت العالم. أنا بلا فخر حافظ صحاري العالم كلها، شارع شارع وحارة حارة، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء المنوفية. حضرتك عديت عليها؟ ايه ده، انا بس حلو دولة بس. بدأت استشعر وجود ظبي ذو قرون. عرفك يا رمزي، واول مرة يشوفك. اقول لكم ايه، انا العملية دي مش هاخد فيها اقل من 200
215 جنيه. 215 جنيه ايه؟ دول شوية مية هنجيبهم يعني. انا اي عملية سلاح باخد فيها 200 جنيه وطلقتين هدية، وعمليات المخدرات باخد 200 جنيه وقرشين هدية. طب حضرتك دي عملية مية، ممكن تاخد 150 جنيه وكوبايتين مية هدية. اربع كوبايات مية هدية. ست كوبايات مية هدية. شرك مية هدية. وممكن اديك ده فوق البيعة هدية. الفرقع يلا. يا جماعه انا الحمد لله هتكل على الله واسافر عشان اوفر لكم الميه عشان تستحموا وتشربوا، وسايب لكم جركن ميه كامل يكفيكم لغايه بكره لغايه اما ارجع. يا حبيبي قلت لك 100 مره قسم الميه دي اسمه العدل قبل ما تمشي عشان ما يحصلش بينا صراع قدامي. صراع يا ام صراع؟ يا نهار ابيض، ده احنا بنتحايل عليك عشان تغسلي وشك بالعافيه. سناء سناء، وبعدين انا مش عايز خلافات من اولها، وبعد اذنكم يا جماعه الميه موجوده اهي، وعايزكم كمان تحاولوا ما تستخدموهاش، يعني تطبخوا من غير ميه، وتبعدوا عن الاكل اللي بيعطش زي الطعميه زي المش زي الفسيخ. انا عن نفسي ما بحبش الحاجات دي، لكن امك واختك المفجوعين طول النهار بيجيبوا الحاجات الغريبه دي ياكلوها. بابا لو سمحتي خد المسدسات دي ملاها لي ميه وانت جاي. قوي يا حب. لا 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 بلاش اخد معايا مسدسات عشان ما يتهمونيش ان انا بتاجر في السلاح ولا حاجه، الواحد لازم ياخد حذره برضو يعني. انا عن نفسي هروح اقعد عند واحده صاحبتي واريح دماغي. صاحبتك ايه؟ هو اي سياعه وخلاص؟ عايزه اي مبرر عشان تخرج بيه بره البيت. طب ايه رايك بقى ان كلنا كده هنتنازل عن الجركن بتاع الميه ده ليكي، بس ما تخرجيش. بصوا بقى، انا ما اتكلمتش ولا كلمه وانا ساكته من الصبح، بس انا امك هاخد الجركن ده وانا اللي اوزع عليهم الميه. يا ماما يا جماعه ارحموني يا اخوانا، انتوا مش مقدرين الرحله اللي انا طالعها، انا رايح رحله كلها مخاطر. بيبي انت قدها وقدود يا بيبي، انت مقاتل شرس. مقاتل شرس ده لما ببقى مع رمزي، لكن انا دلوقتي الموضوع اخطر من رمزي، انا رايح للمخاطر، المخاطر بعينها. ربنا معاك يا حبيبي، تعيش وترجع لي بألف سلامة. على اللقاء. على اللقاء يا علينا. بالسلامة. بالسلامة يا عادل. سلامة يا عادل. سلامة يا عادل. دولة حبيبي دولة. ايه اللي جابك هنا؟ دولة العربيات جاهزة تحت يا عم، وبوصلة مستني تحت وكله جاهز، انت ايه اللي مأخرك كده؟ طب ما انا عارف ان كله جاهز، ما انا كنت نازل اهو يا جماعة. مش هوصيكوا يا جماعة، خدوا بالكم من بعضيكوا، انا رايح رحلة صعبة جدا عشان اجيب لكم ايه؟ عشان اجيب لكم المية اللي هتشربوا وتستحموا وتسقوا الزرع اللي في البلكونة منها، خدوا بالكم من بعضيكوا، عندكوا جرك اللي هو يكفيكوا. ولا رمزي؟ نعم دول. روح هات جرك المية ده يالا. حاضر. كل مكانه كل مكانه، ارجع ارجع ارجع، رايح اجيب لكم مية. اجري يلا. اه يا عيني يا ابني، تلات ايام ولا حس ولا خبر. اتصلت بيه على موبايله لقيت موبايله مقفول يا ماما. انا خايفه خايفه قوي قوي قوي. ما تخافيش يا حبيبتي واطمني، ان شاء الله هيوصل بسلامه. وبعدين هو مش لوحده، مش رمزي معاه؟ ما ده اللي مخوفني، ما هي دي المصيبه ان رمزي معاه. اللي صعبان عليا وقاطع جوايا ان الميه جت اكتر من الاول اول ما نزل. انا قلت البابا ياخد مسدسات المية معاه عشان لو حد طلع عليه. الله الله، احلى حاجه في الدنيا الدش السخن. يا بارده يا غتيته يا جبله. اه صحيح، العصير اللي انا عملته لكم زمانه ساعه في الثلاجه، اجيبه نشربه؟ لا، عصير ساقع وابني بره لا يمكن يدخل جوفي ابدا ابدا ابدا. يا حبيبتي انا كنت فاكره انك ما عندكيش اصل، بس طلع عندك اصل. صبولي سخن يا رانيا. We'll be right back.
ميا جوز اختي ميا فراولة حتى كتير ميا هو ايه اللي حصل يا عادل؟ بوصله منه لله بوصله منه لله ضيع البوصله في القهوه وبعدين ودانا في حته تانيه خالص احنا روحنا جيبوتي يا جماعه روحنا جيبوتي جيبوتي ايوه والعيال الصغنطتين فسولي العوامات فسولي روحنا انجولا يلا بس الناس دول ولاد حلال والله هم اللي انقذونا طب الله وبوصله فينه؟ بوصله ما حدش يجيب لي سيرته ومش عايز اعرف هو فين الحمد لله ان احنا وصلنا ميه ميه الميه جت يا ماما الميه جت المايه جت؟ يعني هنقدر نشرب؟ الحمد لله بس نقدر نستحمى؟ ايوه عايز ايه؟ نبل الشفايف بس نبل الشفايف ليه؟ ده وقت ده وقت احنا ما دام المايه جت نحتفل بقى بالمايه هلا رجاله ما عندكش اي حاجه يا استاذ عادل انت زي الفل زي الفل ازاي يا دكتور حضرتك يعني ده انا حاسس بارق جامد جدا حضرتك ده انا ما بعرفش انام خالص يعني انا بقول لك انت ما عندكش اي حاجه بس نصيحتي ليك ما تفكرش كتير هو ده بس العلاج طب حضرتك مثلا ما فيش حبايه ما فيش دواء ما فيش اي حاجه على الاقل اعمل بالقرشين اللي حضرتك واخدهم يعني الدواء اللي معايا ده مش بتاعي يا استاذ عادل ده بتاع زبون بتاع زبون يعني الزبون ده اجدع مني الزبون بيدفع لك فلوس وانا بدفع لك طوب يعني انا بصراحه مش هيجي لي اغلى منك يا استاذ عادل بس لازم اقول لك حاجه الدواء اللي معايا ده بينيم يومين يومين يا استاذ عادل حبايه واحده تنيم يومين بالظبط متشكر قوي يا دكتور ربنا ما يوقف لك رمز في طريقك ويجيب لك صداع زي ربنا عليك سلام عليك يخليك مع الف سلامه يا دكتور حبايه تنيم يومين اهلا 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 انا مش محتاجها انا اعملها الرمزي وادي كوباية الشاي بتاعته ويا سلام كل يوم انيمه يومين كل يوم ينيمه تعالالي يا رمزي ايه الراجل الغامض ده؟ ايوه يا استاذ تحت امر انا بس كنت ايه ده؟ مين؟ ابراهيم عطا مرعب تاني خمس علوم مين؟ عادل سعيد رفيق كفاحي في الحياة ازايك؟ انت فينك يا راجل؟ عامل ايه؟ لا رفيق الكفاح ايه بقى الكفاح ده كان زمان دلوقتي يا سيدي عندنا الكفاح في الدنيا بقى البازار والبيت والعيال اهلا اهلا اتفضل اخبارك ايه يا عم انت عارف طبعا اني اتخرجت من كليه الشرطه ودلوقتي بعمل تحريات عن قضيه كبيره قوي انت طول عمرك كان نفسك تبقى شرطه واكشن تحريات بقى قضيه كبيره اكيد ده قضيه مخدرات مثلا لا تجاره سلاح يا صباح البارود طب وده ايه علاقته بالشارع بتاعنا يعني في اتنين بيقعدوا على القهوه اللي جنبكوا كمان نص ساعه هيتفقوا على شراء صفقه سلاح كبيره قوي صفقه سلاح وانت بتراقبهم عشان تقبض عليهم طب انت مش لابس اللبس بتاع الضباط اللي هو بنجومه كده ليه ده انا لازم اظهر كده لان انا بوليس سري ومش معقول افضل اراقب الناس شهور طويله جدا وانا لابس لهم ميري فكره برضو فكره صح برافو عليه ما انت لو لابس ميري هيعرف انك ظابط صح 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 وخلاص هانت العمليه دي اصلها كبيره قوي واكيد هاخد فيها ترقيه والشنطه اللي معاك دي بقى ان شاء الله تاخد الترقيه الشنطه دي بقى بتاعه الشغل ولا عده الشغل اجهزه تصنط وكاميرات مراقبه لا ربنا يوفقك ان شاء الله انت ماسك دماغك ليه في ايه باين عليا خدت ضربه شمس حاسس بصداع ما لقيش عندك حاجه للصداع تلاقي عندي حاجه للصداع طبعا يعني انا كفايه بس شنطه الاسعاف اللي هي بتاعه العربيه دي بس ما اعرفش تشتغل جوه البازار ولا لا هجيبها لك ولو ما ينفعش هجيب لك المسله دي هجيبها لك هتصرف ميل وزنين يا وزنين وإيه اللي متلقح هنا ده؟ أنت جبت الحباية؟ حباية إيه يا عم؟ إيه ده ماسك راسه يبقى أكيد عنده مغص أكيد خد اشرب شوية شاي دي يمكن تخف ولا حاجة اشرب لا حول ولا قوة إلا بالله لا اشرب لا إله إلا الله أنت إيه اللي جابك هنا وجاي تموت عندنا هنا ولا إيه؟ ها؟ فقت ولا ايه؟ لقيت حبوب بس هي منتهيه الصلاحيه لكن شغاله يعني انت ايه اللي عملت ايه دول انا خلاص يا دول قمت باللازم كله دول وشرب كوبايه الشاي هون وزي ما انت شايف خفيف اهو خفيف اشرب الشاي مش ده شايك من امتى كان عندك الكرم ده بتديله الشاي بتاعك يا ابراهيم ده فيها يومين يلا يخرب بيتك اعمل له ايه طب انا اعمل ايه يا دولا طيب ما انا لقيته كده هو يعني ف
مش مهم بقى دول اللي انكسر يتصلح دول. يتصلح ايه ويتهب بايه؟ طب وشغله يا ابني والترقيه اللي مستنياه والسلاح؟ سلاح ايه دول؟ سلاح التلميذ؟ انت بتتكلم كمان بتهزر. ده الراجل ترقيته هتوقف. اعمل ايه؟ لازم اتصرف. هات لي الشنطه دي. ماشي. شنطه ايه ده دول؟ هو بيصلح دشاشي؟ هات الشنطه وحطها بالموضه. هات الشنطه وريني فيها ايه. حاضر. انا احاول انقذ ما يمكن انقاذه يعني. وريني. يا ابراهيم. مش مهم بقى دول. ده ايه ده؟ ايه ده دول؟ ده اكيد اجهزه التصنت. تصنت ايه دي؟ اسمع كده. سامع حاجه؟ لا يا دول. ما هو ده التصنت، ما حدش يسمع. ماشي يا دول. الصور دي ده اكيد صور المجرمين. مجرمين ايه دولت؟ دي صور المجرمين. انا لازم اتصرف. يلا لازم اتصرف. اتصرف ايه دولت؟ اعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا هكمل مسيره وانا اللي هعمل العمليه دي بنفسي. عمليه ايه دولت؟ انت بقيت دكتور ولا ايه؟ اسكت. ما توهوش عليا. ها سيبني. ما تشوشرش خالص. العمليه دي لازم انفذها. انا هطلع على القهوه. يلا لو بعد ساعه لقيتني ما رجعتش بلغ البوليس. حاضر يا دولة. بعد ما تبلغ البوليس بساعة، واخد بالك، لو البوليس ما جاش بلغ البوليس تاني. حاضر يا دولة. أنا وراهم والزمن طويل. ماشي. يخرب بيتك. اوعى اوعى من وشي يا إبراهيم. يا إبراهيم ماشي، أنا هنفذ عملية. خلص. ماشي يا دولة. ماشي إبراهيم، أعمل لك كوباية شاي تانية. يخرب بيتك يا رمزي، اعمل ايه دلوقتي؟ اخش عليهم ازاي واتكلم معهم ازاي؟ حته يا استاذ عادل. انا اخرس. لا حول ولا قوه الا بالله. امتى الكلام ده حصل؟ يا انت عبيط يا ابني، انا بتكلم معاك اهو، بس عايزك تتعامل معايا ان انا اخرس واطرش. بعد الشر يا استاذ عادل، ما تقولش كده على نفسك. يا ابني انت مالك؟ وانت امي يا ابني، اعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص. اخرس واطرش يعني تتعامل معايا بلغه الاشاره كده. طب ولو انا كلمتك بلغه الاشاره هتفهمني؟ وانت بتتكلم بلغه الاشاره؟ لا، ولا انا بفهم لغه الاشاره. نعمل بس ان احنا ايه، ان انا اخرس واطرش وانت بتتكلم معايا. انت فاهم ازاي؟ ماشي. وانا هحلي لك بقك يعني، هفتح مخي معاك. لو كده ماشي يا استاذ عادل. ماشي. اهم حاجه بقى عايزك تقعدني مع الاثنين اللي هناك في الركن دول. متعامل معايا زي ما قلت لك. حاضر. طب يلا تعالى يا ابني. هو انا خفيف بقول لك اطرش واخرس. اتفضل يا استاذ عادل. اهلا. اتفضل. نورت يا استاذ عادل. اهلا. ايه هلا. اتفضل اقعد هنا يا استاذ عادل. هلا. ده الاستاذ عادل الاطرش. تشرب ايه؟ الهري فيلم. عاوز شاي. تشرب شاي يعدل النافوق صح؟ عينيا. وعندك واحد ينسون الاستاذ عادل الاطرش. خبرك ايه يا طبنجه؟ مالك جلجل ليه؟ ما دلك ما بيسمعش. خلينا في موضوعنا. انا خايف يضحكوا علينا في البضاعه المره دي يا طبنجه. يضحكوا عليكوا هيعملوا ايه يعني؟ هيحطوا لكم في وسط البضاعه بندقيه رش؟ ما تخافش يا رشاش، احنا مش ولد امبارح. رشاش وطبنجه اكيد رئيس العصابه ار بي جي بقى. امال ايه موضوع الفلوس ده؟ ايه الفلوس عند الاستلام دي؟ طب دي اول مره يعملوها معانا يا طبنجه. اصل الحكومه مفتحه عينيها كويس قوي. يا نهار ابيض، انا ايه اللي وقعني في حش التعبان ده؟ مو انا بقى مش خايف غير من الحكومه. ده اهي لتكون رصد حركاتنا وتكفشنا كيف ما قفشتنا ال 15 مره اللي فاتت. 15 مره؟ ليه العصابه الغبيه دي؟ ما تخافش، انا عامل حسابي. هنهرب البضاعه المره دي في شحنه البطيخ. بطيخ يا ولاد القرعه. خلاص هانا، معلم ابو عيسى هيبعت صبيه بكره هيتفق معانا على التفاصيل. السلام عليكم. ازيك يا حته؟ فين دوله؟ في البازار واحد رخم قوي عايز يشتري تمثال. يا عم هلا هلا. مالك يا دوله؟ في ايه؟ طب ايه دوله؟ مالك يا دوله؟ في بوحه. متضايق الزبائن ليه يا رمزي؟ بس دوله مش عارف ماله، هو في حاجه في بقه؟ مالك يا دوله؟ يا ابني ده مش دوله، ده الاستاذ عادل الاطرش. لا يا راجل، سبحان الله، شبه دوله بالظبط. يقول لك اطلع بره يا جزمه. يبقى دوله. والله العظيم دوله. انت دوله.
يا ابني مش خايف من المجرمين دول؟ يا ماما دول مش مجرمين، دول تجار سلاح بس يعني. ما ده أصخم وأدل سبيل. إيه يا عادل؟ يا عادل أنت مش عارف إن تجار الأسلحة دول هم المسؤولين مسؤولية تامة وكاملة عن إمداد وتمويل الخارجين عن القانون بالأسلحة البيضاء والسوداء. طيب شفت أنت قلت يا رانيا المسؤولين عن إمداد، يعني ناس بيمدوا ناس بحاجات، يعني زيهم زي رجال الأعمال، وضع طبيعي، خايفين عليا من رجال الأعمال. يا ابني يا ابني انت مش قد الناس دول، انت مش قد اللي بتعمله ده. مش قدهم ازاي؟ انا لازم اقوم بدوري. لعلمك يا جماعه انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا، لان انا السبب في اللي حصل للراجل ده، انا وزفت الطين رمزي، فعشان كده يا جماعه لازم اقوم بخدمه انسانيه. على حساب الامن والامان القومي لبيتنا الهادئ الساكن السعيد. يا رانيا ما تخافيش، بيتنا هيفضل زي ما هو، وبعدين في بقى كمان مكافاه كبيره جدا، لان القضيه كبيره جدا، غير بقى المكافاه المعنويه اللي احنا هنحس بيها لما ننقذ مصر. طب يا ابني تجار السلاح دول شكلهم ايه؟ يعني هيكون شكلهم ايه؟ اكيد واحد فيهم مثلا معلق بندقيه بتاع دي الرشاش ده على كتفه مثلا، واحد تاني جسمه من الرش مرشش يعني مخرم، هتلاقي واحد تالت مثلا مبتدئ، ممكن يكون ده بادي بقصافات بعد كده يخش مطاوي قرن غزال، يعني لسه في اول طريقه يعني. لا 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 انا مش مطمنه، افرض اصبت بطلقه طائشه فجاه. طب قولي يا ابي المكافاه دي ممكن تطلع كام؟ اروح لاسم اسالك واجي، ده اللي همك يعني يا نجلاء. وانت بقى يا جيمس بوند يا 007 عصرك واوانك، فاكر انك قد العمليه دي؟ اه طبعا قدها، مش قدها ليه؟ وبعدين انا معايا اجهزه حديثه جدا بتكتشف المجرمين، والاجهزه نفسها اكيد ممكن تكون بتقبض عليهم بطريقه ما يعني. لا 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 مش مطمنه، افرض حصل تبادل اطلاق نار. لا لو حصل اي تبادل اطلاق نار معايا درع واقي، معايا الواد رمزي هحطه قدامي ياخد هو طلقات النار، واقوم انا طالع من وراه وضرب البول كده هو بقى. لا 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 يا عادل، لا يا حبيبي انا مش مطمنه. لا 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 بصوا يا جماعه مفيش وقت، حتى لو انتوا شايفين ان انا اتهورت مفروض بقى ما ترجعونيش على القرار اللي انا خدته، ساعدوني ادعوا لي اقل حاجه. هو طالما فيها مكافاه، قصدي طالما فيها خدمه للبلد والمصر، احنا وراءك يا عادل. والمهمه دي محدش يقدر يعملها غير واحد زيك شجاع مكجوار بيحب البلد. مكجوار دي اكتر حاجه عجباني صراحه يعني يا رانيا، انا ان شاء الله طبعا شجاع ومكجوار معروفه جدا، بس اهم حاجه بقى الخطه، انا عامل خطه جامده جدا، انا عاملها على عده مراحل. المرحله الاولى او ما افتح الباب. خليك 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 دول حبيبي. عايز ايه؟ ايه يا عم المقابله دي يا عم؟ انا لاقي لك تعالى. ايوه دول، مش انت اللي قلت لي تعالى؟ واعمل وايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت عديت على وكاله البلح يالا؟ يا دول وكاله بلح يا دول، هو ده موسم بلح برضك يعني؟ اهم حاجه اهم حاجه انت مش هتفهمني، ايه العصايه اللي في ايدك دي؟ هم قالوا لي حطها كده اهو يالا، وانت ما حدش اهو. ما حدش اهو يعني العصايه دي هي اللي هتنكرك يعني؟ يخرب بيتك. المهم اتفقت مع الواد حته على كل حاجه؟ كل حاجه اتظبطت يا دوله، وبيقول لك ان كل شيء هيبقى 100 الصبح بدري قبل ما الواد فتلا يجي. قبل ما فتلا يجي الصبح بدري؟ ماشي ظبط معايا ساعتك. حاضر يا دوله. ايه ساعه الصبح؟ زرعت الميكروفونات في كل حته في القهوه يالا. ما تقلقش يا كبير، كل الاجهزه متنطوره في القهوه كلها. ماشي وريني السماعه اسمع كده. اسمع يا كبير. والله العظيم الولا رمزي ده صعبان عليا قوي، على طول يشتكي من ابن عمه عادل اللي مشغله عنده، وبيقول عليه مفتري. انا مفتري يالا؟ ايه ده قطع لساني اللي يقول كده هون يا دوله؟ قال كده بتسيح لي عند الناس كلها يالا؟ هو مش كلها قوي يعني يا دوله يعني. ماشي ماشي. بس 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 شكلهم جم يالا. يالا خش خبس خبس خبس. الزحمه اللي في البلد دي، كنا نتاخر على ميعادنا، ولا توك توك عايز يوصلنا. على العموم احنا في ميعادنا، هو صبي المعلم ابو عيسى قال لك هنعرف ازاي؟ قال هيحط ورده حمراء في ديل الجلابيه وهيجي هنيه دلوقتي عند الغروب. غروب هو ميعاد عاطفي. مساء الفل يا رداله. مساء الفل، انت صبي المعلم ابو عيسى؟ ايوه انا غراب، مولود على 3 حدات وبومة. وزي البومة تعبانة شوية. المعلمة هيجابلنا ميت عشان نتفق. عم نول الساعة 6. عم نول المعاد بقصر رجعي
تمويه يا غبي، انا نفسي ما عرفوش. وهنعرف كيف المعلم ده؟ احنا ما قابلناهوش قبل كده. لو صبر القاتل على المقتول كان سلم نفسه. بيقول لك ان المقتول سلم نفسه، الحكايه دخلت في الجد. يلا على العموم احنا هنا كل يوم، اهم حاجه تكون معاكم الفلوس وكلمه السرك. ها خلاص انا هشيل الفلوس وانت هشيل كلمه السرك. ايه حكايه كلمه السرك دي؟ ابراهيم ما قاليش عليها. يالا ما هي سرك بقى دوله يعني. بس بقول لك ايه، انا عايزك تسجل كل كلمه بيقولوها. ها وركز معايا عشان كده هتوديني في داهيه. حاضر يا دول. اهو الكاسيت، اهو الزرار الاحمر هتدوس عليها يسجل على طول. حاضر يا دول. ماشي كده عرفت كل حاجه. عرفت كل حاجه ولا عرفت كل حاجه؟ عرفت كل حاجة؟ اه يا دول. ايه ده؟ وادي تالت شريط معلوش حاجة. معلش يا دولة، معلش. خد يا عم، ده انا تلميذك، جرب اخر شريط كده هتلاقيه فريرة. وريني يا سيدي، انا بس غلطان ان اعتمدت عليك. الله الله. يا ابني انت فرح يا ابني، ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه دولا، مش لازم اسيب بصمتي يا دولا؟ على اساس ان انا خبير بصمات يعني هعرف ان دي بصمتي؟ يعني هعمل بيها ايه بصمتك؟ انا مش فاهم. انا شغل 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 بس يا دولا. شغل شغل. ماشي ماشي اما اشوف. الاثنين ساكتين ما بيقولوش حاجه، ما بيقولوش حاجه، ولسه ساكتين، لسه قاعدين ساكتين. يا دي انت بتعلق على ماتش. يا لا بتعلق على ماتش. ايه دول يعني؟ كنت اسيب بقى الحته دي الفاضيه في الشريط اللي احنا شارينه ولا ايه؟ تقوم انسني بصوتك يونسني يعني وانا بفرغ الشرايط؟ تخرب بيتك. يلا يا عادل ما تسمعنا بقى، عايزين نعرف النهايه. احنا قاعدين ورا متشوقين. يا ابني سمعنا بقى. ايه يا جماعه، هو انا ايه ده؟ فيلم عربي قاعدين كلكم مستنيين؟ يا اخوانا دي شرايط تجسس والتصنت، لازم الواحد يبقى حريص فيها ما يسمعهاش لاي حد يعني. يا بيبي يلا بقى، احنا كلنا لافه عشان عايزين نعرف العصابات ازاي بتقوم بعمليات الصفقات المشبوهه. ما تشغل الشريط بقى يا ابي وخلاص. حاضر حاضر، على اساس ان انا يعني بسليكوا وبحكي لكم حدوته قبل النوم. الله، ما تشغل يا ابني الشريط بقى. حتى انت كمان يا ماما. حاضر هشغله. حاضر. ايه ده، الشريط خلص ولا ايه؟ ما اصل يا دولا بقى كان في اخر الشريط الحته دي. طب وما قلبتش الشريط ليه؟ ما انا بقى ما رضيتش اخرجه بقى من بره الكاسيت بقى. دولا خايف تخرجه بره الكاسيت هيجي له برد. انت على طول تبوظ لي كل حاجه كده. يا عادل عادل ارجوك يا بيبي، اوعى اوعى تلجا للعنف. هو اللي يلجا للعنف دول يطحنوه. لعلمك بقى سناء، انا ما اخشش عمليه ابدا وكون خسرانه، لازم ابقى واثق بالعمليه قبل ما ادخل فيها. يعني هتعمل ايه؟ اول حاجه لازم ادور على الراس الكبيره، لان انا ما يهمنيش التجار الصغيرين. اوصل للراس الكبيره اسلمه واخد المكافاه، يبقى صاحبي 100 100. طب ما تبلغ يا ابي وتخلص. ابلغ؟ لا، وصاحبي تضيع عليه الترقيه والمكافاه؟ استحاله، مش انا الند اللي يعمل كده. وبعدين علمكم بقى، انا طلبت معايا لاول مره في حياتي اعمل حاجه لمصر. مصر عمري ما عملت لها حاجه قبل كده خالص. طب افرض حسيت لمؤاخذه انك هتتهزق؟ هنسحب فورا، مصر فيها 80 مليون، اي حد يعمل لها حاجه بقى. اهم حاجه بس يا اخوانا اوصل لكلمه السر. ولما تعرف كلمه السر هتعمل بيها ايه؟ وهتعرف بقى كلمه السر ازاي بقى؟ ان شاء الله هتقعد مع العصابه تقول لهم والنبي والنبي قولوا لي كلمه سر. ما تعملها، ما انا عارف دماغك. انت اللي عارف، انت اللي عارف دماغك، انت فيك دماغ اساسا. انا عارف بقى كويس قوي انا هعمل ايه. غريبه قوي، مفعول الحبايه المفروض يكون انتهى من زمان. انت اللي بتقول لنا كده يا دكتور؟ ده انت المفروض تطمنا، انت كده بتقلقنا اكتر ما احنا قلقانين. ما تقلقش، هو خلال ساعه هيفوق، هو بدا يهلوس خلاص. ساعه ايه؟ ما ينفعش ساعه، ده العمليه هتتم على طول، وبعدين حضرتك لازم يبقى موجود لان هو ده الضابط المسؤول عن العمليه. طب يا دول ما تكمل انت. اكمل ايه يا اخي؟ لا انا اخري ان انا اراقب، اكتب معلومات، حاجات زي كده، لكن اقف بين عصابتين بيتاجروا في السلاح، طلقه تيجي من العصابه دي، طلقه تيجي من العصابه دي، وانا في النص؟ لا طبعا. ما تشوف حل يا دكتور. بعد الشر يا دولا، طبعا بعد الشر. ايه ده؟ دولا ده لسه عايش. انت عايز يموت؟ ايوه لسه عايش الحمد لله. يا ابراهيم يا ابراهيم يا دكتور، شوف يا دكتور، شوف يا دكتور. المرحله دي اسمها انا عايش ومش عايش. عايش ومش عايش، ده وقت عمرو دياب. ما تشوف لنا حل يا دكتور بدل ما انت قاعد عمال بتغني كده. خلاص ما تقلقش، هانت خلاص.
هانت بعد قد ايه؟ لان بعد 5 دقايق اسمها هانت وبعد اسبوع اسمها هانت برضو. ماما جهزت لي الفطار ولا لسه؟ فطار ايه بس يا عم ابراهيم؟ قوم شوف المصيبه اللي هتحصل دي. يعني انا زمان كنت بحل الامتحانات مكانك، هحل لك شغلك ازاي؟ قوم يا ابراهيم. دول انا خاف العصابه تمشي من غير ما تموتنا. يهبل يهبل، يعني كل امنيتك ان العصابه تموتنا؟ ما هم لو موتونا هنموت يهبل. عادل سعيد انا بعمل ايه هنا؟ ايه يا عم قوم، انت جاي تسال، قوم بقى يا ابراهيم. الساعه كام؟ القضيه، تجارة السلاح. ما تقلقش، أنا مظبط كل حاجة والعصابة ظبطتها، وهنقابل رئيس العصابة كمان 5 دقايق. قوم بقى يا إبراهيم. يا إبراهيم، إبراهيم، يا دكتور شو حل يا دكتور؟ في الفلوس. الفلوس موجودة في الحفظ والصول، إحنا بس عايزين نتعرف الأول. تعرف ليه؟ هتناسبني؟ ليه؟ حيلتك كام عشان تناسبني؟ حيلتي 8 أرانب. فرار دي يعني؟ بس يا ولد، بس يا دزمة، بتتريق على المعلم؟ احنا قاعدين. اهلا وسهلا، منورنا يا معلم. اهلا وسهلا، وبنتونس بيك، بتونس بيك. اهلا معاي. اللحن هنستلم السلاح ميت. امال قلت لك قبل كده في شحن البطيخ. شحن البطيخ ما خايفش على السلاح؟ احسن يبزر من البطيخ. بزر يا جدع انت وهو، لا يمنع الفلوس يا عم. يعني الفلوس هتروح فين؟ ما الفلوس مودوده، هو في اكتر من الفلوس؟ ادينا قاعدين بنتساير بنتساير بنتساير. عايز اعرف كلمه السر ايه. كلمه سر؟ كلمه سر ايه هاي؟ هي حاجه بتتاكل كشري باينه دول. ايوه افتكرت، كلمه السر معكرونه. لا يمنع الفلوس، خلينا غور. اتغور فين يا راجل؟ ما انت قاعد موانسنا وبنتونس بيك. اهلا اهلا بالمعلمين. مساء الفل يا معلم. مساء الفل على المعلمين، منورينا معلمين. ابا مش كنت تقول ان هيبقى في غرب وسطينا ولا ايه؟ يا راجل ده مش غريب، ده احنا قاعدين بنتونس بيك يا صاحبي. يعني ما عرفوش. وانتوا تطلعوا مين؟ محسوبك رشاش وده طبنجه. الله، امال انت تطلع مين؟ محسوبك المعلم حدايه. الله، امال انت تطلع مين؟ ده المعلم ابو عيسى. الله، امال انا اطلع مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل يتهفف نفوخه وما هوش عارف هو مين. لا اله الا الله، انت فررت يا عم الحد. مع ان انت كنت قاعد مونسني. بتونس. انت بتلعبوا لعبه ما انتوش قديها. احنا قديها. قديها وجدود يا عم الفراردي. ايوه يا فراردي. انا فرارجي؟ ايوه يا فراردي. بس يا ولد العمليه بس اخرها. لا اتحرك هتقوم في المليان. والله وقعت يا معلم ابو عيسى. مين؟ رشاش وطبنجه. اكبر تجار سلاح في البلد. ده من زوجك يا باشا. والله بلغت عنها رشاش وطبنجه؟ يا حضر الزابط، عايز اقول بس كلمه، ده فراردي مش ابو عيسى، ده ابو عيسى. يخرب بيتك يخرب. انت قاعد بتبلغ عني؟ قاعد بتسلمني انا؟ لا انت ابو عيسى. انت قاعد بتسلمني انا؟ ايوه يا ابو عيسى. يا حظابط، ده عيسى وده ابو عيسى ودي ام عيسى ودي اخت عيسى. خير يا ماما. صباح الخير يا راني. صباح النور يا بيبي. يلا حبيبي اغسل وشك كده وصحصح والبس هدومك وانزل جيب العيش قبل ما تروح الشغل. ايه ده؟ تصدقي يا ماما كاني كنت بحلم كده وانت بتقولي لي انزل روح هات العيش وبتاع زي ايام المدرسه واقف في الطابور. كانت ايام رخمه يعني. لا يا حبيبي ما انت بتحلمش ولا حاجه، انا لسه قايله لك دلوقتي. قايله لي دلوقتي ايه؟ امال الواد بتاع العيش فين؟ يا بيبي هو انت دايما كده منعزل عن العالم الخارجي؟ هو انت ما تعرفش يا حبيبي ان العيش دلوقتي بقى عامل زي البترول بالظبط؟ زي البترول ايه؟ يعني نقف في محطه البنزين نجيب عيش وفي عيش 80 وعيش 90 مثلا ولا ايه؟ يا حبيبي اللي انت بتقوله ده غلط، روح بس اغسل وشك عشان تجيب العيش عشان تلحق تفطر. ايه ده؟ لو حضرتك عندك اماني انه ينزل من هنا ويروح لحد هناك ويوقف في طابور العيش ويرجع هنا يفطر ويروح الشغل، ده ايه ده؟ رجع اصلا مش هرجع قبل الساعه 1 بالليل. مش احسن من خيب ابوه اللي بات 3 ايام بره بحج طابور الجمعيه؟ انت يا ماما كل الفتره دي مصدقه ان بابا كان بيبات بره عشان طابور الجمعيه؟ بابا كان بيبات بره في بيته التاني يا ماما. بس يا ولد بلاش قله ادب، ما تتكلمش كده على ابوك. لا
على اساس ان انتوا كنتوا واخدين بعض على حب يعني. ماشي براحتك يا ماما، انا اخش اغير وانزل اشوف موضوع العيش ده. مش هيرجع النهارده. يا نهار طابور، ايه الطابور ده؟ الناس سابت طابور الجمعيه وجم يقفوا هنا في طابور العيش ولا ايه؟ عم سلامه، ازيك عم سلامه؟ انت مش فاكرني؟ انا عادل سعيد اللي كنت واقف وراك في الطابور بتاع الجمعيه سنه 95. انت ناسي ولا ايه؟ مش انت اللي قلت لي انا سبت فرحي علشان اروح اجيب فرختين؟ لا فرختين ايه، انا اللي قلت لك خلي بالك من دوري على ما اروح اجيب حزمتين جرجير وراجع. بس انت بقالك مده مش شفتكش انا. ايوه ما عشان بقالي مده يعني اتجوزت الحمد لله. ايه ده؟ وده من ايه يا ترى؟ من ايه ايه؟ وانا بقول لك عربيه خبطتني، بقول لك اتجوزت يعني الحمد لله. ربنا يشفيك. ربنا يشفينا جميعا. اقابلك بقى ان شاء الله بعد 10 سنين في نفس الطابور. يا نهار ابيض، ده الطابور واصل لحد شبرا، الواحد يخش ازاي؟ تشتري؟ تشتري ايه؟ تشتري دوري في الطابور؟ اشتري دورك في الطابور؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده، حضرتك مين يعني؟ معاك اخوك الصغير عبد الحليم محجوز. طيب محجوز يعني، ده انت مش فاضي الاسبوع كله. يابا هتخلص في الدور ولا نشوف حد تاني؟ خلي بالك الدور ده عليه طمع وفي مليون واحد عايزه. ايوه يعني انا اخد دورك في الطابور يعني عشان اشتري العيش؟ طب انا حضرتك ايه طلباتك يعني؟ بص 10 جنيه ونخلص في الليله دي. 10 جنيه؟ ايوه 10 جنيه يعني عشان تديني بس دورك غير اللي انا هشتري لسه عيش؟ ماشي ماشي، بس شكلي كده هو يعني الطابور فعلا طويل يبقى انا ما قداميش غير كده. مش قدامك غير كده، دي فرصه ماشي. ما معايا حد. معلش عايز اسال بس سؤال، الدور ده يعني عليه كلام مثلا يكون بتاع حد تاني بايعه لحد قبلية ولا حاجه؟ ماشي ما تقلقش، الدور ده مخلص خالص ليك. بص هتدخل تبرطع في الطابور، برطع بقى براحتك. طيب معلش يعني في ضمان على الدور ده؟ ضمان مين يا باشا؟ احنا بنشتري ثلاجه، انا هبيع لك الفرنه. اه صح صح صح. طب اتفضل حضرتك يا عشرني. اتفضل. ماشي. سمي وانت داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. ايوه كده، ايه الدخله دي؟ ايه الروقان ده؟ خش كده من اليمين. ايوه ما برضو عشان ما يكونش حد من الحريم خلع راسه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقش، انا الحريم بتوعي عازلهم هناك، المدام بتاعتي بتحجز في الحريمي. ها يا ندى. معلش انا عايز اسالك بس سؤال رفيع كده. لا لا اتفضل، رفيع تخين قصير اتفضل. انت يعني مش هتاكلوا عيش يعني؟ مش هتشتري انت بقى عيش ولا ايه؟ لا 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 انا ما بشتريش عيش. ما بتشتريش عيش؟ ما بتاكلوش يعني؟ لا 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 انت بتاع حجز بس. ايوه امال ايه وراسه. متشكرين. عفوا انا بس هروح احجز دور تاني ورا بعد اذنك. اتفضل اتفضل. حاجه ساعه حاجه ساعه ونعمة حاجه ساعه، اروي عطشك يا عطشان. اصميتها بيضه جبنه، اصميتها بيضه جبنه مايونيز، اصميتها بيضه جبنه. يا نهار ابيض، الواحد حاسس كانه في جنينه الاسماك، فاضل بس بتاع الورد بقى يعدي. جميل يا ورد، مين يشتريك يا ورد؟ جميل يا ورد. احنا كده بقى في جنينه الاسماك رسمي. بعد اذن حضرتك انا واقف وراك. ها طيب وانا قلت لك حاجه؟ اهلا وسهلا بيك، واقف ورايا عادي يعني. الله يخليك يا استاذ، بس انا كنت عاوز اطلب من حضرتك طلب، وخايف يعني لو يعني ينفع يعني اطلب منك حاجه. خير؟ عايز ايه حضرتك؟ انا بس عايز اوصل المشوار لحد بنها اجيب طلب خطف وهرجع على طول. عايزك تحجز لي مكاني لحسن، خايف لحسن حد يجي ياخد مكاني. اه يعني انت قلقان على مكانك؟ لا ما تقلقش يا محجوز. يا محجوز. ايوه غالي، في ايه؟ في حد اتعرض لك ولا حاجه؟ تعالى بس يا محجوز، عايزينك في مصلحه. خير يا باشا؟ الاستاذ عنده طلبيه رايح يجيبها يعني، وعايز حد يحجز له مكانه. يا سلام يا باشا، بس كده عينيا. بص يا استاذ روح انت مشوارك وما تقلقش خالص، انا واقف هنا للصبح، بس انا الساعه بتاعتي بخمسة جنيه. ساعه بخمسة جنيه؟ اه. ده على اساس ساعه الحجز ما تتعوضش يعني ولا ايه؟ حلو يا باشا. انت ايه بتبيع بالساعات برضه ولا ايه؟ يا باشا ساعات ايه؟ انا قصدي ساعه الحجز، مش بفضل واقف كده. ايوه صح صح صح، اديله بقى. طيب بص 10 جنيه تحت الحساب اهي. ايوه. والحساب يجمع لغايه لما ارجع. سلام عليكم. لا بس بص كسر الساعه بساعه، صح يا باشا؟ الله ينور عليك. الله ينور. بعد اذنك يا استاذ. اتفضل. ما تحرمش منك. الله يخليك. خد دورك يا باشا. اتفضل يا سيدي. يلا يا جدعان العيش كده يا جدعان. هاني علي
عليك يا عادل، اتأخر قوي، مش عوايده أبدا مع الطوابير وخارج على لحم بطنه. مش أنا قلت لحضرتك إنه مش هيرجع قبل الساعة واحدة بالليل؟ حياتك ما صدقتنيش. يا عيني يا عادل، واقف وسط الزحمة والشمس. هاي عيني يا بيبي، زمان بدن ودلوقتي حصل له قشعريرة من عزم الموقف. ايه قشعريرة دي؟ دي لغة صيني ولا ايه دي؟ ايه عادي جدا، كنت واقف في طابور العيش الحمد لله وربنا كرمني اخر كرم الحمد لله. ايه يا عادل، ايه اللي عمل فيك كده؟ يعني هيكون ايه يا ماما؟ طابور العيش يا ماما، طابور العيش. ايوه يا بيبي، يعني بعد ما وقفت واتدهولت الدهوله دي جبت عيش؟ شوف انا بقول ايه وانت بتقولي ايه. بقول لك نار طول اليوم واقف وسط الشمس، حرام عليكم. يو بقى هناكل ايه احنا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يو بقى ما انت شايفه ابني حبيبي جراله ايه؟ تلاقيه سايب العيش تحت مع حد وهيطلع بيه. يا سلام يا ماما، اسيب العيش تحت؟ يعني بعد ما اوصل بيه لغايه البيت اسيبه تحت؟ لا طبعا، ما جبتش عيش خالص، بس اتصرفت الحمد لله وجبت لكم سميت وجبنه. سميت وجبنه ايه؟ طب ليه ما جبتش ساليزون؟ ليه ما جبتش باتون سالي؟ ليه ما جبتش كواسون؟ ما جبتش ليه جاتو سواري؟ ساليزون ايه وكراسون ولا ايه اللي انا اجيبه؟ الحمد لله ان انا عرفت اتصرف، جبت لكم سميتون وجبنه من الفرن. لا إله إلا الله. اشرب الشاي، اشرب شاي، اشرب الشاي، اشرب شاي. ردش لي الحيوان ده. ايه ده؟ يا ترى مين بيرن عليا ساعات؟ ايه ده؟ دولة. الو هلا رمزي، انت مكانك فين دلوقتي؟ هلا انا هدول اهو وراك، يعني ناقص ان شاء الله 5-6 كده وان يجي لهم ضربه شمس زي اللي جاله دون، وبعدين هبقى وراك على طول. دولة انت شفته هو بيقع؟ يلا يا دولة شفته. دولة هو مين اللي جم خدوه؟ دولة قريبه؟ قريبه؟ اقفل يا رمزي، اقفل يا رمزي، ما تعصبنيش زياده ما انا متعصب. اقفل اقفل. دولة دولة لو سمحت يا دولة، قبل ما تقفل انا ينفع اجي بقى عندك كده وان؟ دولة تيجي عندي فين؟ اوعى على تتحرك من مكانك، انا دافع 15 جنيه في المكان بتاعك ده. ايوه دولة، بس الراجل اللي قدامي ده عمال يدوس على رجلي دولة بقى، وانا لسه ملمع الكوتش بقى يا رخم بقى. يبقى لمعه تاني بس ما تسيبش مكانك، انا بقول لك اهو. حاضر يا دولة بقى، امر لله بقى. اهلا وسهلا، ازيك يا محجوز؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ مش انا لقيت فرن حلو قوي جديد يا راجل؟ وما تقوليش، ما انا بقول لك اهو يا معلم. ماشي، بس فرن ايه؟ على الساعه 4 الظهر كده بتلاقي بقى ايه الدنيا ضلمت عنده، والهواء بقى يرد الروح كده اهو، واخد بالك؟ وفاضي، مفيش غير مثلا بتاع 10-12 نفر اللي واقفين. الله الله، ده حلو خالص ده. ولا العيش بتاعه عيش ابيض وكبير كده اهو، ما فيهوش مسامير خالص. يا سيدي يا سيدي، ماشي يا عم ماشي. وخلصت؟ خلصت، بس خلاص خلصت. ايه ما ينفعش الفرن ده، الفرن ده راحت عليه. يا ايه؟ ولع يا ريت اتشمع. ادي فرنة تانية طارت. يلا الحمد لله انها جت على قد كده. انت كويس؟ انا الحمد لله. بقول لك ايه، محجوز في ليا واحد صاحبي عبيط هناك، هو شايفه العبيط اللي هناك؟ يا ريت ممكن تروح خدمة يعني انسانية تقف مكانه. لا لا معلش يا عم عادل، الدور ده صعب جدا، وبعدين مكانه وحش ودور ميت. انا اخد في الدور ده 10 جنيه. 10 جنيه ايه؟ ما انت بايعه لنا ب 15 جنيه. الله الله الله، انا قلت لك 15 جنيه وانت وافقت عم عادل. اقول لك لا. ما انت بتقول لي دلوقتي الدور ميت، يعني ايه غشيتنا ودفعتنا 15 جنيه؟ يا باشا انا ما بغشكش، مش عاجبك ولا ايه؟ خلاص يا عم، عجبنا عجبنا. بابا انت فين يا بابا؟ بابا لقمه، ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ امي بتقول لك خد طبق الطبيخ ده اتقوى بيه علشان انت على رحم بطنك من يومين. اصيله والله. امال ولاد اخوك وايه فين؟ حاجز في الطابور تبع الفرن اللي جنبنا. طب روحي انت يا بنتي. سلمي لي على لقمة. جرى ايه يا ابو خالو؟ مش تخلي بالك؟ انا اللي خلي بالي برضو؟ انا اللي شايل، يبقى انت اللي تخلي بالك بقى. ايوه صح، انا اسف. اتفضل حضرتك، انا اسف. يا رخي بقى. يا ترى مين بيطلبني الساعه دي؟ مين بيطلبك؟ هو في حد بيعبرك غيري؟ ما ترد يالا. انا اسف يا دول. الو مين معايا؟ انا برضو.
غبي. بقول لك يالا رمزي، احنا لازم نتصرف النهارده يالا، لازم نتصرف ونجيب عيش، لان واضح ان الصعيد هاجم يالا. ايه ده دولا؟ هو الراجل اللي كان بيضربك ده كان جاي من الصعيد يشتري عيش ويرجع بلدهم تاني؟ يا ابني ما الازمه موجوده في مصر كلها يا ابني، اتصرف. المهم هنجيب عيش، يعني هنجيب عيش. خلاص حاضر يا دولا، حاضر. يلا سلام. جدعان ايوه احنا خلاص شطبنا عيش النهارده. يعني ايه شطبنا؟ بقالنا يومين وفي الاخر بتقول لنا شطبنا. امال العيش اللي معاك ده انا عايز 5 ترغيفة. طيب 5 ترغيفة ايه بالبدله اللي انت لابسها دي؟ انت مش عارف ان انت جاي بيت النهارده؟ يعني جاي لك على مساكن الايواء يعني؟ ايوه مساكن الايواء. ماشي، ما دام مساكن الايواء انا بقى هفرجك بقى عاصفه الصحراء يا اخوانا. الراجل ده بيوزع عيش ببلاش. رايح فين؟ رايح فين؟ بيوزعش ببلاش يا دولا. يا شعر انت طلعها هلا. لا يا عم انا عايز عيش يا عم. انت حر، خش خد عيش. يا عم عايز عيش يا عم. يا عم عايز عيش ببلاش يا عم. طب نص شقة فول ونص طعمية والنبي يا عم. يا رجلي مش قادر. مش قادر خلاص يا رانيا، رجلي بجد مش قادره تستحملني، مش عايزه تشيلني. معلش حبيبي معلش، دلوقتي تقعد وترتاح. ايه ده؟ كان مالنا احنا ومال الطوابير؟ انا بتاع طوابير، انا بتاع طوابير يا رانيا. مش مشكله يا بيبي، يا حبيبي كله في سبيل الاسره السعيده ورخاء الاسره السعيده. رخاء الاسره؟ بصي انا مش ناقص مصطلحاتك يا رانيا دلوقتي. يا سلام، ايه المشكله يعني لما تتبهدل يا عادل؟ ما كل الرجاله بتتبهدل، مش دي المشكله. المشكله الحقيقيه هي كيفيه القدره على انك تجيب رغيف العيش. رغيف العيش ولقمه العيش، انا مش فاهم ليه مسمينها لقمه عيش، ليه ما يسموهاش مثلا لقمه سميت ونجيب سميت؟ عارفه الراجل بتاع السميت رايح جاي قدام الطابور بتاع العيش. سميت ايه؟ سميت سميت، انا هاكل سميت. مراتك رانيا تاكل سميت، والبيتي با والكواسون. بيتي با والكواسون؟ بصي انت هتقعدي تتعلمي من امك الحاجات دي ومفيش فايده. كفايه عليا والنبي البازار، وكفايه عليا رمزي وطابور العيش. رمزي رمزي، بصي ضربه الشمس اللي جات لي اثناء وقوفي في طابور العيش جابت لي فكره فظيعه. رمزي حتة ولا حتة؟ الباشا باشا امر استاذ عادل. بقول لك يا حتة، ما تعرفش حد بيبيع دقيق؟ وطي صوتك يا استاذ عادل، انت عايز تودينا في داهية ولا ايه؟ يا عم انا بقول لك حد بيبيع مخدرات، بقول لك حد بيبيع دقيق. هو ده اكتر من المخدرات دلوقتي. المهم تعرف ولا ما تعرفش؟ ايوه باشا طبعا، عارف المعلم اللي قاعد هناك ده؟ شايف ده بقى المعلم ابو شوشه على سن الرمح، اكبر تاجر دقيق في السوق السوداء. على سن الرمح؟ يعني هو قاعد على سن الرمح ده ومش متضايق ولا حاجه؟ ده بيهمنا. يا سلام، طب متشكرين قوي يا حتة. تسلم. مر يا استاذ عادل. بقول لك ايه، هو عموما يعني ليه في دقيق الذره بس ولا ليه في القمح كمان؟ يا باشا انت لو عايز دقيق حمص هيجي كمان. حمص ده جامد قوي بان عليه. امال عيب. شكرين يا حته. عفوا باشا. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا نجم؟ الله يسلمك. ازيك يا معلم شوشه؟ اهلا اهلا اهلا. لا مؤاخذه انا كان ليا طلبيه كده، كنت عايز منك طلبيه دقيق حلوه كده يعني. خد كوبايتك في ايدك واديني ظهرك واعمل كانك ما تعرفنيش. انا ما اعرفكش فعلا يا معلم. اسمع اللي بقول لك عليه. حاضر يا معلم. حاضر اهو كده، ما اعرفكش اهو. الابعد يلزمه كام جرام؟ هو دلوقتي بالجرام؟ انا اخر حاجه كنت فاكرها انك كنت بشتريه بالكيلو يعني. الله، انت شغال جمله ولا فرداني؟ صراحه يعني حضرتك انا كنت شغال فرداني، بس لما فشلت يعني قلت اشتغل بالجمله بقى. طلبك عندي يا فنان. طيب حضرتك يعني امتى بقى نقدر مثلا نستلم؟ يا عادل حضرتك امتى مثلا او ازاي نستلم يعني الدقيق يعني؟ انا عندي صنف معتبر من اللي يوزن الدماغ. خد جرب دي على طرف لسانك بقى. حضرتك يعني يا عادل من غير ما اجرب يعني؟ ده انت هتوديني في داهيه كده من غير ما اجرب حضرتك يعني؟ من غير معاين عادي ممكن استلم البضاعه؟ عيب عليك يا نجم، ده انا بديك حته محمله. حياتك عندي يا ابعد ولا ليك عليا يمين؟ انا بديك من الحته اللي بستعملها في بيتي. وده العشاء برضه معلم ابو شوشه، عشان كده بقى انا لا رحت مثلا للمعلم ابو جبه ولا المعلم ابو دره ولا المعلم ابو فشار، جيت للمعلم ابو شوشه. كل تخصص واحد يروح للمعلم بتاعه. عجبتنا يا فنان، علشان كده سيب 500 دلوقتي قدامك على الترابيزه، وانا افطر في 5 دقايق هطلع اوزن لك البضاعه وانزل لك. تقابلني في الشارع اللي في ظهر القهوه. تكون لابس نظاره سودا. نظاره سودا ليه يعني يا معلم؟ يا عادل الفلوس اهي. طب ليه يعني؟ هسالك. قال لي رغيف العيش بقى بكام دلوقتي؟ هتقول لي بقى ب5 صاغ، هعرف ان انت هسلمك البضاعه.
يا سلام يا معلم على الحرص بتاعك. يعني حضرتك هتسألني كلمة السر وهتقول لي النضارة السوداء؟ طب دول أسبابهم إيه يعني بس يا معلم؟ هقول لك كلمة السر دي علشان أتأكد إن أنت أنت، أما النضارة السوداء دي علشان محدش يراقبك. محدش يراقبني إزاي؟ ما هم هيراقبوني برضو، ما أنا لابس النضارة عادي يعني. طول ما أنت لابس نضارة سوداء مش هتشوف حاجة، ولما أنت مش هتشوف حاجة يبقى محدش هيشوفك، يعني البوليس مش هيعرف يراقبك. نظرية بالعافية. نظرية فعلاً. حضرتك تعرف واحد اسمه رمزي؟ يا دل لا مؤاخذة نجم، بس بتوع مكتب مكافحة الجريمة مضايقينها معانا اليومين دول ومغرقين المنطقة. الله يخرب بيت الدقيق على بيت العيش على بيت رمزي. وقف الدور يا استاذ، وقف الدور. يلا يا بنت انت وهي شهلوا ايديكوا شويه، الناس عايزه تاكل عيش، يلا اتكلوا على الله. لا حرام عليك يا مفتري، صوب عيني ضوافري المانيكير بس، حرام عليك. انا خلاص مش قادره، انا اللي انا بعمله ده انا ما اقدرش، انا مش واخده على البهدريشن دي خالص، جامي امبوسيبل. يعني ايه يا بنت توهيه؟ ايه مش هتشتغلوا ولا ايه؟ ما تشتغلوا بلقمه عيشكوا، انتوا مش بتقبضوا؟ اعملوا على قد اللي انتوا بتقبضوه. لا انا مضطره اسيب المكان هنا واروح ادور على محل عمل اخر، لان انا مش طايقه نفسي، انا عايزه مكان يطبق القانون. خليها تروح. خليها تروح فين؟ جرايه يا حاجه، هو احنا بنتكلم اي كلام ولا؟ خش يا بنت اشتغل. خش يا بنت اشتغل يا بنت، مش عايز قلع. خلاص يا دولا نزل القفص ده، وروح هات لي حجر بسرعه عاد عشان الشيشه. حاضر. نزله هناك يا اهبل يا اهبل. هات ولم العيش اللي وقع يخرب بيتك، وحد يلاقي العيش. يلا بسرعه دولا، هو ما فيش بقى غير رمزي نون في الفرن، دولا هو اللي بيشيل وهو اللي بيبيع وهو اللي بيتمرمط يا دولا. كل حاجه على دماغك يا رمزي، ولو مش عاجبك الباب اهو يفوت 100 قفص. لا يا دولا لا، عجبنا يا دولا، ربنا على الظالم يا رب. خد يا بتقول يا. لا ما بقولش يا دول. بتبرطم بتقول يا. بقول ربنا على الظالم يا رب. بقى احسن. يلا شوف شغلك. ماشي بقى. ايش 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 ابو عاد الحلاوه دي؟ الفيليا لعبت والقش بقت معدن. جرايه محجوز، انت جاي تقر ولا ايه؟ لا اقر ايه، انا جاي احسد بس. بقى احسن. عموما عايز تحجز اي حجوزات في الطوابير لازم تدفع ارضيه يا معلم. ارضيه ابو عادل؟ بس انت كده يا عم هتاكل حقي وهتاكل عرقي. عرقك ايه وعرق ايه؟ بص لا اكل عرقك ولا تاكل عرقي، احنا الاثنين نستحمى ونخلص من بعض. ماشي يا عم عادل، اروح استحمى واجي لك. السلام عليكم. هتخلصونا بقى لنا ساعتين. بقى ساعتين ايه حضرتك بالبدله اللي انت لابسها دي؟ مالها البدله؟ مالها البدله ايه؟ جاي تشتري عيش وانت لابس لي بدله حضرتك؟ عاوزني اجي لك بايه؟ بدله راس؟ لا خفيف، مش بدله راس، تيجي ببيجامه، تيجي بجلابيه، تعمل حسابك على بياه. طب خلاص المره الجايه خلصني بقى. خلاص يا رمز. عينيا يا دول. حاضر. عايز بكام؟ بجنيه. خد بنص جنيه اهو، هات الجنيه. خد يا دول. يلا يا عمو. عايز بكام يا حبيبي؟ عايز بجنيه. عينيا. حاضر. هوا عيش طاز، خد باتنين جنيه هون، والعجينه دي من عمو رمزي هديه. شكرا. خد يا ده رمزي. نعم يا دول. الفلوس فين؟ الفلوس ايه دول؟ ما انا لسه مديها لك يا عم، انت نسيت. استهبل، يالا انت اديتني الفلوس بتاعت الراجل ابو بدله العيال الصغار فين يا؟ ماشي يا دولا ماشي يا نور يا نور، انت الفلوس غيرتك خالص يا دولا. غيرتني، بقيت قصير. لا يا دولا بقيت تخين. هنهزر مع بعضينا ولا ايه؟ ماشي. روح شوف شغلك يالا. حاضر بقى. وضع الناس دي مين صاحب الشقه دي؟ سيادتك هو ده صاحب الشقه. ربنا يخليك ليا يا دولا، ده العشم برضه على فكره. سيادتك يا باشا مشغلنا للسخرة انا وعائلتي كلها سيادتك، وبيقعد يشربني شيشه غصب عني وانا بعد اقوى يا باشا وصدري. بص سيادتك وبوضع الواد وشمعوا الشقه. ايوه يا باشا سيادتك، وبوضع عليه بس اللي تشمعوا الشقه سيادتك. يعني هقعد معايا؟ بلاش اهزر، بس كنت عايز اعرف ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تنورنا النهارده يعني؟ يعني مش عارف في ايه؟ عارف سيادتك يعني، بس بستهبل. يعني شويه طوم كده بسيطه، فن من غير رخصه، ودي من السوق السوداء، وكل ده مش عارف في ايه. سيادتك صح صح يا باشا صح، هبقى اجي لك السجن يالا يا رمز ان شاء الله، ما تقلقش يالا. يا بيه يا بيه والله العظيم مظلوم مظلوم يا بيه، مظلوم 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 يا بيه. منك اللي يا دولا، منك اللي هو 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 ايه؟ بص سيادتك ده عبيط بيقول لك هو، ان قال لنا يعني اللي هو صاحب الحكايه دي. لا حضرتك هو يعني ده عبيط، ده بص بيخطم ازاي يعني. لا
لا أهرم عليكم، أنا ضميري ما يسمح ليش ولو حكتم عليا إن أنا أقول الحقيقة. بصي يا حضرة الضابط، الراجل ده هو صاحب البلاوي دي كلها، أما الراجل ده قصدي الزفت ده مظلوم. منك لله يا رانيا أنت وجوزي. بصي ده مش فاهم حتى، أنت بتنقذيه مش فاهم. سيبه ده وامسكه ده. أنا برضو بقول الواد ده من الأول كده شكله عبيط، مش ممكن يعمل حاجة زي كده أبداً. أهو شفت حتى الحكومة قالت عليك عبيط كده يا رانيا، بتبيعيني يا رانيا. ضميري يا عادل، ضميري ما بيحبش يأنبني خالص. ما بيحبش يأنبك، ماشي يا رانيا. رانيا عادل، رانيا سامح. سامحني يا أهبل، سامحني.